أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود. نجمة بوليوود نورة فتحي تنافس النجمة العالمية مادونا وباقي نجوم العالم. النجمة التلفزيونية جاسمين بهاسين تكشف حقيقة علاقتها بأليغوني حصريا، وهل هناك خطوبة مستقبلا؟ نجمة بوليوود عليا بهات تحتفل بجدها برفقة رامبير كابور وعائلتها. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. قد انتقلت نجمة بوليوود عليا بهات إلى حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد جدها الذي يبلغ من العمر حاليا 93 عاما، إذ يمكن رؤيتها في الصورة برفقة جدها ووالدتها سوني رزدان وشقيقتها شاهين بهات، إذ علقت على هذه الصورة قائلة: أحبك دائما وأبدا. كما أكدت صحيفة تايمز أوف إنديا بأن هذا الاحتفال كان يضم فقط أفراد عائلة بهات وعائلة رامبير كابور، بما في ذلك والدته نيتو وشقيقته ريدهيما. إذ أصبحت نجمة بوليوود عليا بهات نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تفضل أن تبقي معجبيها على اطلاع دائم بحياتها اليومية من خلال مشاركتها المنتظمة، خاصة على حسابها الشخصي على الانستغرام الذي يبلغ عدد متابعيها حاليا ما يناهز أكثر من 53 مليون مشترك. तेरा सूट बड़ा टाइट बांस कुत्ती तेरी हाइट उसपे कटी रहती फाइट बेबी प्यार भी कर ले. تعد النجمة التلفزيونية جاسمين بهاسين بطلة مسلسل ابتسم من قلبك من أشهر الممثلات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت ذات شعبية كبيرة بعد أن شاركت في برنامج بيك بوس كمتسابقة، كما أطلقت مؤخرا فيديو موسيقي إلى جانب المغني البنجابي كونازار وقد حظي بتقدير معجبيها. كما تساءل العديد عن حقيقة علاقتها بأليغوني، إذ صرحت خلال مقابلتها الحصرية مع صحيفة بينك فيلا عن أهمية أليغوني في حياتها، وعبرت قائلة: كلانا مشجع لبعضنا البعض، وكلانا وحيد في مدينة مومباي، وبالتالي نحن كأسرة. وعند سؤالها عن أكبر منتقد لعملها أجابت بأنه أليغوني، كما أضافت أنه إذا كان ينتقدها فهذا فقط لجعلها أفضل ولتحقيق المزيد من النجاحات. وعندما سئلت عن شريكها المفضل من المقاطع الموسيقية احمر وجهها خجلا وأجابت باسم أليغوني، كما أكدت بأن أليغوني له شخصية خاصة ومكانة متميزة لأنها قامت بأول فيديو موسيقي لها معها. كما قام ثنائي جاسمين بهاسين وأليغوني مؤخرا بمشاركة مقطع فيديو يعيدان إنشاء رقصة رومانسية معا على أغنية راهول فيديا الخاصة بهما، وعلق عليها قائلا: ستحتل هذه الأغنية دائما مكانة خاصة في قلوبنا، أشكرك أخي راهول فيديا.
لقد نجحت نجمة بوليوود نورة فتحي بجدارة في خلق مكانة خاصة لها في عالم بوليوود، وليس هذا فقط، إذ أصبحت نورة فتحي تنافس العديد من نجوم العالم من خلال إطلالتها المتجددة وذوقها الرفيع في مجال الموضة، وعلى رأسهم بيلي إيليش ومادونا وغيرهم من النجوم. كما قامت نجمة بوليوود نورة فتحي بمشاركة مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على الانستغرام وعلقت عليها قائلة: قضيت وقتا رائعا في التصوير مع المصور والفنان العالمي الشهير حسن حجاج، أحب اللمسة المغربية الممزوجة بمشاعر الثقافة الشعبية في جميع صورها. كما قامت كاميرات الصحافة الهندية مؤخرا بالتقاط فيديو حصري لنجمة بوليوود نورة فتحي بإطلالة لفتت أنظار الجميع. إليكم هذا المقطع. थोड़ा और थोड़ा नोरा थोड़ा और आगे ओके नोरा जी यहां पे सामने देखो मैम ये सेंटर नोरा जी थोड़ा राइट मैम लुक एट सेंटर नोरा जी राइट नोरा सेंटर स्माइल नोरा स्माइल नोरा जी आके नोरा यहां पर देखिए नोरा यहां पर मैम सेंटर नोरा नोरा जी पीछे देखिए नोरा जी बस ये लो धनंजय भाई मारा है आपको नोरा थोड़ा आगे आइए ना मैम आगे आ जाओ ना मैम आगे आ जाइए मैम भैया कहा बस Thank you. Bye.